الإبداع 8 الذي يقام في المدينة الشبابية على مسرح أبو قير بالإسكندرية في المجالات الأدبية والعلمية والفنية لطلبة الجامعات والمعاهد العليا الحكومية والخاصة تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية وبدعم كامل من الأستاذ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة. عايز أقول ليك ولكل المتسابقين احنا بنذكر ربنا. انت مبسوط؟ ده خلاص هو مبسوط.